لو الحكاية فيها إن فيديو. أنا جت رسالة من عمته بتقول لي شوف ابنك بعت لي كلام قبيح على الواتس عليا. رحت رد على عمته قلت لها فشلتي، ابني ما يقولش الكلام ده، ابني يبقى تليفونه اتاخد ومخدور بيه، ابني في خطر، ابني ما يقولش الكلام ده، ابني ما يقولش الكلام ده. طلعت اجري على ابو حماد، اول ما وصلت المستشفى رد على الامين سعيد قال لي روح شوف في حادثه عند العباسه. قال لي ابنك لابس ساعه كبيره، قلت له اه. قال لي تيشرت، قال لي لابس ايه تاني؟ قلت له كان لابس تيشرت كحلي. فبقول له حادثه، قال لي لا بس روح وانت تشوف. رحت لقيت الكافر، الكافر اللي بلازم موالدين، مخلي دماغ ابني سوى الاسفلت بعد ما طعنه اكثر من 10 طعنات ولا 6 طعنات. عرفت ابني من الساعه والكوتش اللي هم لابسهم.